تعليقا على هذه القمه ينضم الينا هاتفيا الاستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الاهرام العربي. استاذ جمال مساء الخير، اهلا وسهلا بك في هذه التغطيه المستمره حول القمه المصريه العراقيه الاردنيه. ذكرت هذه القمه البعض يطلق عليها بانها مشرق جديد او شام اوسع، ما هي المحددات والاسس التي يقوم عليها هذا التحالف؟ كل التحية والتقدير لحضرتك. اهلا وسهلا المشاهدين. خلينا نقول انه هذه القمه هي القلب الصلب العالم العربي، هي بمثابة ربط الأمن القومي العربي من الشرق إلى الغرب، ومن هنا زي ما حضرتك بتقول هذا المصطلح وهذا التكتل. وأنا أرى أن هناك دول وعواصم عربية أخرى قادمة للانضمام إلى هذا التكتل الذي هو بمثابة رمانة الميزان للإقليم والمنطقة في التوقيت المناسب، لا سيما أن هناك العديد من التحديات التي تمر بها المنطقة والإقليم. ومن هنا تأتي أهمية هذه القمة التي انطلقت نواياها من القاهرة في مارس 2019، ثم في عمان أغسطس 2021، وتنطلق من بغداد الآن، وبالتالي هنا العام الماضي 2020 وتنطلق الآن من بغداد، وبالتالي هنا الرسالة عبر هذا المسار تؤكد أن مسار القاهرة في 19 اتجاه هذه القمة كانت لديها رؤية استراتيجية تصل إلى هذه النتيجة عبر مرور مراحل متعددة تتعلق بتناول العديد من الملفات ومقدمتها. أن هناك أولا مصالح مشتركة تجمع بين الدول الثلاث، وهناك تبادل كبير وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الإمكانات المشتركة في الدول الثلاث. العراق لديها وفرة في النفط، مصر لديها مشروع لتداول الطاقة، لديها كوادر كبيرة يمكن الاستفادة بها، الأردن لما لها من موقع جغرافي، وهنا علينا عندما ننظر الآن ونحن نتحدث إلى الخريطة نعرف جيدا أهمية الموقع الجغرافي في هذه القمة للمملكة الأردنية الهاشمية، وكيفية الربط سواء في الاستثمار والاقتصاد والصناعة والنفط والبترول وغيرها بينها وبين مصر وبين العراق، وأيضا كيفية الاستفادة وتحويل هذه الجغرافيا وهذه القمة التي تعكس لنا أهمية هذه الجغرافيا لبعد يتعلق بالأمن القومي العرب والحفاظ عليه. كأنك تقول يا أستاذ جمال أن المصالح المشتركة هي الأساس ربما في هذا التحالف، موضوعات متعلقة بالتنمية الشاملة وبالعلاقات الاقتصادية بين الدول هي الأساس في هذا التحالف الذي يبنى والذي تأتي دورته الثالثة هذا اليوم. هناك الكثير ربما من الموضوعات المشتركة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي تحديدا. نعم، فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي هناك يعني هذه القمة تناولت في سواء في كواليسها او بشكل مباشر العديد من الملفات التي تتعلق بحزمه كبيره من الاستثمارات والصناعه والتجاره والتبادل التجاري وغيرها، وفتح افاق رحبه فيما يتعلق بالملف الاهم والاكثر اهميه في هذا التوقيت الذي يتعلق بملف النفط ووجود العراق على شرفة المتوسط عبر المشروعات الجديدة التي يتم التأسيس لها سواء من خلال سواء الأردن عبر مصر أو من خلال الربط الكهربائي من مصر للأردن للعراق وغيرها. أيضا هذه القمة وخلينا نركز برضو على الرسائل المهمة التي تتعلق أن هذه القمة تأتي لتؤكد رسالة العراق الآن عندما تستقبل رئيس بحجم الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي رسالة على قوة وثبات وإعادة عافية، وأن هذه الدولة تستعيد عافيتها وأمنها واستقرارها. ومن قبل كانت هناك رسالة في استقبال العراق لبابا الفاتيكان، إذا هذه الرسالة بجوار هذه الرسالة تؤكد نحن أمام دولة عائدة بقوة لما لها من عمق وحضارة وثقافة وعلاقات تاريخية بين مصر والعراق. واحد. اثنين، أن القاسم المشترك يتعلق في عدة ملفات تهم تمثل الهم العام للدول الثلاثة وتمثل الهم العام لهذه القمة،
تتعلق اولا ملف مكافحه الارهاب وهو الملف الذي يشغل بال هذه العالم العربي وموجود بقوه والقمه على راس اولويات هذه القمه. ايضا فكره الرساله الى الجميع الى الشعوب العربيه باكملها. اذا نحن امام رساله تتعلق بضروره وفكره واهميه عوده الدوله الوطنيه والتاكيد على هذا المفهوم، ونحن امام يعني لحظه هنا تاتي الرساله منها لتؤدي وتمثل عن الهدف بشكل واضح، وهو بغداد التي تعرضت على مدار السنين الماضيه الى المزيد من التأزيم والتمضيق والارهاب وغيرها، والان نجحت في ان تعود وتستعيد قوتها مره ثانيه وتهزم الارهاب. ايضا هذه القمه تؤكد ان الدول الثلاث ترفض التدخلات الاقليميه في الشؤون الداخليه للبلاد، وانها يعني تحافظ بشكل وتؤكد على ضروره الحفاظ على سياده الدول العربيه وسياده الشعوب والاستقرار بها. ايضا من ضمن الملفات المهمه والتي تحدث عنها سياده الرئيس بشكل واضح والتي تتعلق بملف حقوق المياه، واذا كانت الاردن والعراق اكدت دعمها للدوله المصريه فيما يتعلق ب المخاطر التي تحيط في النيل والمتعلقه بملف الامن المائي بشكل عام، الامن المائي العربي ربما هناك تبادل على لسان الرئيس اكدت دعمها الكامل صحيح على ملف حقوق المياه في الاردن والعراق. ايضا فيما يتعلق بالملف الليبي استاذ همام، وهنا يعني لابد من وقفه في اكثر من ملف، الملف الليبي وضروره بعد ان نجحت القاهره في يعني قطع اصوات كبيره وخطوات طويله في تحقيق تقدم والمشاركه وتطبيق سواء اعلان القاهره او اعلان سيره الجفره خط احمر او الزيارات المكوكيه في ليبيا وغيرها والبناء على برلين 2 والمحادثات وخمسه زائد خمسه وغيرها والوصول الى اخراج المرتزقه والميليشيات وحتى الوصول الى يوم 24 ديسمبر لاجراء الانتخابات الرئاسيه واستكمال الاستحقاقات في ليبيا. هذه نقطه اكد الرئيس على ضروره تحقيق ذلك امام الراي العام العربي عبر هذه القمه. ايضا فيما يتعلق بالقضيه السوريه والملف السوري، يعني استاذ جمال بشكل عام في الازمات المحيطه والتي تمر بها عدد من دول المنطقه العربيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذه القمة أكد على موقف مصر الثابت والراسخ والمستقر تجاه هذه الأزمات، هو دعم الوحدة الوطنية لهذه الدول، دعم المؤسسات الوطنية لهذه الدول، وبالتالي ذلك ينطبق على الأزمة السورية وينطبق على الأزمة الليبية وأيضا في اليمن وعدد أيضا من الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية. القادة أيضا تناولوا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية الدور المصري في هذه القضية وما قامت به مصر من تحقيق التهدئة والاستقرار إلى حد ما في قطاع غزة، وأيضا تناولوا ما يتعلق بإعادة الإعمار والدور المصري في إعادة الإعمار لقطاع غزة. هذه القضية التي قضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية. صحيح. يعني نجحت القاهرة ونجحت المفاوضات المصرية في الوصول وقطع أصوات كبيرة أيضا في الوصول إلى عقد الهدنة ووقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة ويعني إطلاق جهود في افاق اوسع لتحقيق والحفاظ على الهدنه والوصول الى يعني تفعيل قرارات الشرعيه الدوليه ومبادره السلام العربيه وصولا لاقامه دوله فلسطينيه مستقله على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. وبالتالي هنا نؤكد على ما مصر والقياده السياسيه منذ ان تولت هذه المهمه يونيو عام 2014 وهي لا تغفل التأكيد على هذه القضية صحيح. المركزية ودائما ما تؤكد عليها سواء في المحافل العربية أو في الأمم العربية أو في المحافل الدولية، وهذه قضية مركزية للعرب وأيضا قضية مركزية بالنسبة للدولة المصرية، وعبر التاريخ أيضا نؤكد أن هذا الدور ثابت بالنسبة للدولة المصرية. إذا نحن أمام رسالة وهي خلاصة القول فيما يتعلق بهذه القمة، إذا كانت فيها أبعاد
اقتصادية واستثمارية وتجارية ونفطية ومحلية وغيرها، إلى أن الرسالة الأهم هو أن نحن أمام تكتل عربي قوي سيعيد ترتيب الأوراق في المنطقة من جديد، وأن هذا التكتل هو بمثابة القلب الصلب للحفاظ على الأمن القومي العربي. نعم، الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، شكرا جزيلا حضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، شكرا جزيلا.